السلام عليكم الإخوة، إن شاء الله تكونوا بخير. إذا كان راهو الصوت عندكم واضح باش إن شاء الله نبدأ هذه المداخلة. أخ مجيد، أخ أمين، أخ سمير، أخ لامين، صحيت الأخ شريف. أي لباس يا مدام، الأخ شريف راه يتابع الصوت راه مليح. إذا إن شاء الله ننطلقوا على بركة الله. الإخوة والأخوات، قبل ما إن شاء الله نبدأ في هذه المداخلة، بودي هو أن نوضح بعض المسائل المتعلقة بهذه المداخلات. كاين بعض الإخوة اللي يطالبوني على جل باش ندير مداخلات، منهم اللي يطالب على جل باش تكون مداخلات يومية، وفيه بعض الإخوة اللي يقول لك باللي لابد أن تكون فيه مداخلات مكثفة. فيه بعض الإخوة كما تعرفوا راهم موجودين في الخارج، كاين الناس اللي هما مثلا ما يخدموش بالسبت والحد، كاين الناس اللي هما درك راهو التوقيت نتاعهم يختلف على التوقيت في الجزائر، كاين ديكالاج، كاين تباعد في الوقت اللي مرات يفوت حتى 6 ساعات. في المقابل الإخوة في الجزائر الانترنت عندهم ضعيفة، ايضا التوقيت ثاني، كاين الانسان اللي راهو خدام، كاين اللي راهو قاعد، كاين اللي يخدم في الليل، وبالتالي ما تقدرش انت يعني توفق ودير توقيت اللي هو يساعد الناس كل. بالإضافة الى الظروف تاعي انا، عندي بيت، عندي اولاد، وعندي نشاطات أخرى غير مرئية. كاين نشاطات اللي ماهيش تبان، من بينها مثلا المونتاج، ولا مثلا التسجيلات اللي ننقلها مرة على مرة في الصفحة، وهي راه تأخذ وقت بين التحميل نتاعها وإعادة رفعها، وبالتالي ما نقدرش أنا. بالإضافة إلى أنه ما عنديش أنا إيكيب راه تشتغل معايا، وما كان حتى واحد راه يخلص فيا. الشيء اللي راني نقوم به راهو تطوع ومنذ سنوات، وحتى الجهد نتاعي مقارنة بالسنوات اللي فاتوا بديت نضعف شوية. إنسان سبحان الله راهو الدم واللحم، مرات الإنسان عنده ظروف صحية مرات كذا، وبالتالي ما نقدرش يعني نرضي الجميع. فاذا نطلب من الاخوه والاخوات على جال باش يتفهموا هذه المساله. الان مانيش نقرا في التعليقات، نحاول على جال باش نحي نتاع التعليقات. الان الاخوه والاخوات، حبيت باش نتحدث اليوم على الموضوع هذا نتاع التاطير، وبودي هو انه نوضح بعض المسائل للاخوه والاخوات اللي هما منهم اللي راهو يطالب بتاطير الحراك من اجل على جال باش ما تكونش فيه انزلاقات وما تكونش فيه فوضى، لا سيما هو انه لغه التصعيد بدات تاخذ منعرج، لا سيما في الاسابيع الماضيه، لا سيما منذ تحديد المرشحين هذو اللي كلهم هما ينتميوا لنفس النظام. وبالتالي كاين الناس اللي هما يطالبوا بتأطير الحراك،
ولا سيما ايضا في هذه الاشهر كاين الناس اللي هما انسحبوا من الحراك، دوك ان شاء الله نحاولوا هو انه نتحدثوا على هذه المسائل، انسحبوا يشوفوا من انه كاين منهم اللي هما في البدايه كان المطلب نتاعهم هو العهده الخامسه، المهم ما يكونش بوتفليقه، يجيبوا واحد يمشي ما يهمش شكون هو هذا الواحد. ناس كرهت من هذاك الوضع هذاك، يحوسوا على واحد يمشي ويتكلم، وبالتالي اي واحد راه كان رايح يمشي يمشيوا معاه. كاين الناس اللي هما التفكير تاعهم هكذا، كاين الناس اللي هما انسحبوا من هذاك الحراك، وكاين الناس اللي هما يشوفوا بانه الدخول نتاعهم في الحراك لا سيما هو انه فيه عمليه تاطير، دوك نجيو ليها، فيه عمليه تاطير، فيه احزاب سياسيه، فيه جمعيات، فيه منظمات، فيه حركات، وبالتالي هو يشوف روحه من انه راه يخدم فيهم، وبالتالي لابد هو انه ينسحب. بالتالي درك هذا المطلب هذا نتاع تاطير الحراك، كاين اللي راهو هو يشوف فيه باللي مساله تنظيميه، وحتى انه فيهم اللي هو يخلط بين التاطير نتاع الحراك وبين التمثيل، يعني لا يفرق بين التاطير وبين التمثيل. والتاطير كاين فيه جانب ايجابي وكاين فيه جانب سلبي. نعطيكم كمثال، وبطبيعه الحال كاين بعض الكلام اللي نقوله الان ربما كاين بعض الاخوه اللي ما يفهموش، مع الوقت كاين احداث اللي هي تفسروا، وايضا كاين قضيه تاع وعي، تسمى كاين اشياء تحتاج الى تراكمات ما تقدرش تفهمها انت بدون ان انت تتبع الحلقات. وكان واحد دوك مثلا انا يجي دركا في 2019 يسمع لي المداخله او اثنين هكذا ويحكم عليك نظره، روح اسمع ابتداء المداخلات المسجلة بالصوت والصورة من 2006 وارواح وتبع من وقت نتاع الجوجل فيديو، وارواح تبع المداخلات نتاعي، تبع الأشياء اللي كنا نقوم بها لجل باش انت تاخذ فكرة. إذا كاين بعض الأشياء اللي نقولها ربما كاين بعض الإخوة المبتدئين لا سيما في الانترنت ما يفهمش الكلام نتاعي. نعطيكم كمثال فيما يتعلق بهذه النقطة نتاع التأطير. المخرج لما هو مثلا يكون كاين هناك سيناريو باش هو يجسد هذاك السيناريو من خلال المقاطع هذاك نتاع الفيلم، ياخذ هو مثلا الاطار، فهمتوا؟ كاين مع الاخوه اللي ربما عندهم علاقه بالاعلام هكذا ويعرفوا المسائل هذه نتاع التصوير وكذا، الكادراج، كادر، ياخذ الاطار، مرات يكون اطار كبير، مرات يكون اطار صغير، والاخوه اللي راهم يتبعوا في هذه المسائل راهم يعرفوها. تاطير، درك انتم هذه المساله هذه نتاع التاطير لما نتحدثوا عليها بالمفهوم السياسي درك نجيو لها باش ناخذوا فكره برك. مرات انت صوره او مثلا الان في الحراك كاين اللي هو لما يحب ياخذ صوره ما ياخذش الصوره نتاع مثلا الشارع كامل، ياخذ صوره عينه، يروح هو مثلا ياخذ مكان وين انه موجودين فيه ربعه من الناس ويقول لك هم ربعه من الناس، ياخذ هو الاطار تاع الصوره هذيك يوريك ربعه من الناس. فالتاطير كاين اللي هو عنده هدف منه حبو يمشي في الاتجاه نتاعو، مثل ما عطيتكم الان تفسير لهذه الصوره، ولا عطيت لكم مثال على هذه الصوره. كاين الانسان اللي هو يشوف ليه هذا التأطير، قال مثلا باللي هذا الحراك راه قال مثلا فيه اسلاميين، فيه علمانيين، فيه وطنيين، فيه موالين، فيه معارضين، فيه شباب اللي ما عندهمش حتى انتماءات سياسيه، وكاين اللي هو راه ينظر ليه بمنظار نتاع التوجه نتاعو، سواء كان علماني او كان من الجهاز تاع المخابرات او كان في هذه الدول العميقه او كان من المعارضه الى غير ذلك، ويحاول هو انه يوجهه حسب الوجهه نتاعو. بالتالي مثل ما راكم تشوفوا الان في اقتراح شخصيات معينه، تشوفوهم هذا الناس اللي راهم حبوهم ياطروا الحراك، يا هل تراهم راهم من نفس التوجه، يا هل تراهم راهم من نفس الخلفيات، يا هل ترى راهم هما
يحوسوا على جزائر اللي تجمع الناس الكل، يا هل ترى راهم هما حابين يمشيوا الجزائر وفق الاهداف نتاعهم؟ والقضيه نتاع التاطير الان داخلين فيها الاحزاب السياسيه، بل حتى الان هاد الناس اللي راهم دوك مرشحين واللي دوك الان صاروا بشكل رسمي راهم ايضا هما عندهم ناس في الحركه. ربما تستغربوا لكن هذه حقيقه، موجودين عندهم ناس في الحراك من اجل تمرير شعارات معينه. كاين الناس اللي راهم في الخارج عندهم تواصل مع ناس من الداخل وينسقوا بيناتهم، وايضا مره على مره قبل ما قال مثلا واحد راهم دايرين نطق رسمي يتحدث باسمهم، قال هاي الشعارات اللي رانا رايحين نخرجوها غدوه الجمعه، يتكلم وراكم تشوفوا فيهم عشيه الخميس، يلا يخرج لك ويبداو هما قال ديروا كذا وديروا كذا، ولما انت غدوه تشوفهم في الشارع سواء في قسنطينه ولا في سطيف ولا في مكان واحد اخر، ولا قال والله راه داك السيد هذاك عنده تاثيره، راهو كيما يقول راهم يقولوا. فالعمليه هذه نتاع التاطير هذه موجوده، حتى اذا كان ناس هما راهم يقولوا باللي مش موجوده موجوده. ونعطيكم كمثال من الواقع، في البرج بوعريش راكم شفتوا هذاك الزخم اللي كان موجود في بدايات الحراك، لا سيما في بعض الجمع، وكانت هناك قنوات فضائية وكانوا الناس ينتظروا التيفون تاع البرج فيه عملية تأطير. صحيح هو أنه فيه عملية اختراق كانت موجودة ليس فقط في ولاية تاع برج بوعريش وإنما في ولايات مختلفة، ولكن رغم الاختراق اللي موجود ورغم التأطير اللي كان موجود، ومع ذلك كانت هناك رسائل مقبولة. كاين بعض الأشياء التي نختلف فيها، كاين بعض الأشياء اللي احنا ما نقبلوهاش. أنا شخصيا مثلا شفت مرات بعض الشعارات اللي ما عجبتنيش، بعض التيفوات اللي ما عجبتنيش، مش كلها، فيها رسائل اللي تدل من أنه فيه ناس اللي إلى حد ما يمتلكون وعي ويمتلكون نظرة، ولكن في المقابل فيه ناس اللي هم مغروسين وحبهما يكونوا خدم الجهات معينة داخل الأسلاك الأمنية المختلفة، وبالتالي كانوا هما في صراع مع جهات أخرى داخل البرج. لا أتحدث أنا على ولاية واحدة أخرى، وهذا الصراع مازال يلقي بالظلال تاعو الى تاريخ اليوم. فلذلك درك هذه المساله نتاع التاطير فيها اشياء ايجابيه، درك لما يكون هو التاطير مثلا من اجل ابعاد الجزائر من حرب اهليه، يكون التاطير من اجل مثلا النظافه، يعني يكون في شكله التنظيمي الايجابي، هذا التاطير مرحب به. لكن لما يكون هذا التأطير يحمل صبغة إيديولوجية ويحمل خلفيات سياسية اللي هي ليست يعني متوافق حولها، فيما بعد هذا التأطير راه رايح فيما بعد يؤدي إلى ردود أفعال. وهذا الشيء اللي احنا رانا نلاحظوا فيه هو أنه جماعات ضد جماعات داخل هذا الحراك يتفاهموا، مثلا الناس يلتقيوا مع بعضهم يتكلموا مع بعضهم يديروا قال مثلا مخطط، وقبل ما يروحوا للحراك يكونوا متفاهمين يمشيوا في كاريات، قال مثلا على باليش انا كاري فيه مثلا 200 او 300 والله، يتفاهموا على الشعارات اللي يحملوها. دوك الانسان الملاحظ اللي راه يشوف يشوف هو قال مثلا العاصمة هم هزوا شعار كذا، قال هذا شعار إسلامي، راهو نفسه في سطيف، هاو نفسه في قسنطينة، هاو نفسه في وهران، وهذو الإسلاميين هذو بالكم منهم. ولكن في المقابل يغض الظرف على ناس واحد اخرين، بل يلقى لهم الاعذار، بل يدافع عليهم، بل يدافع على التوجه نتاعو الباطني. كاين ناس اللي هما عندهم توجه باطني ما يبينوهش،
فالمسألة هذه نتاع التعطير فيها شكل إيجابي وفيها شكل سلبي. درك الآن نعود نرجع لواحد النقطة ومن بعد نجيو مع التسلسل. هذا درك الآن بعد ما عطيت فكرة على هذا التأطير تاع الحركة، وبطبيعة الحال فيه تفاصيل ما نقدرش حنا درك نركزوا المداخلة نتاعنا غير حول هذا المصطلح هذا، عطيت كأمثلة على جال باش الناس تفهم المسألة هذه نتاع التأطير. إذا التأطير فيه شكل إيجابي لما تكون الناس متفقة حوله ومتوافقة حوله واللي يخدم الجزائر، وفيه جانب سلبي اللي هو يخدم عصب معينة. والآن نعود نرجع لبداية الحراك حتى باش نفهموا التسلسل ونشوفوا هذا الحراك يعني ترى هو راه يمشي في الاتجاه نتاعو الصحيح، ونتحدث على القضية نتاع الانتخابات، على القضية نتاع القايد صالح إلى غير ذلك من المسائل. شوفوا الإخوة والأخوات، كنت أنا قبل ما ينطلق هذا الحراك تسجيلات راها موجودة وموثقة، كنت أنا وجهت رسائل، وجهت تنبيهات لا سيما لبعض الناس اللي هما ينتميوا لما يسمى بالتيار الإسلامي، وكنت يعني من خلال المتابعات شفت أنا نداءات هكذا على الفيسبوك، ما كانش جهة رسمية، جهة معروفة، جهة اللي مثلا قال يقدر الإنسان يدير عليها باش هو يحدد المسار هذا نتاع المسيرات هذيك اللي دعوا إليها. بالتالي كانت فيه نداءات مختلفة. بطبيعة الحال برك قادرين يجيو ناس يديروا تاريخ، قادرين يعني دوك الناس متبلعيط ومن اسمه راهم وصلوا لواحد الدرجة قادرين دوك يجيو يقول لك حنا اللي تلاقينا وهانا وين تكلمنا وهانا وين صورنا وهانا درنا هنا وحنا اللي درنا الوسمو اللي بوندرول هذو وحنا اللي عطينا تعليمات في بعض الصفحات وحنا كنا بدي بسودو وحنا كذا وحنا كذا وحنا كذا، ويديروا تاريخ الأرواح. المهم أنا بحكم التجربة نتاعي، أعوذ بالله من كلمة أنا، من خلال التجربة نتاعي المتواضعة لا سيما هو أنه عشنا الويلات في الجزائر وعشنا تلك المأساة بالتفاصيل تاعها، كنت أنا خايف على الجزائر. وفي المقابل من خلال هذا المسار أنا اللي مشيت فيه، الناس اللي هما شفتهم أنا تتحكم فيهم العاطفة وللأسف الشديد يندفعوا، وهما الناس اللي عندهم توجه إسلامي، بالتالي خصيتهم بتسجيل وقلت لهم باللي حذاري راهم فيهم ناس حابين هما يشعلوها ويمسحوا الموس فيكم، عاودوا راجعوا للتسجيلات تاعي راها منشوره موثقه بالتواريخ في الصفحه نتاعي في اليوتيوب. خطر علاه كانت عندي معلومات استقيتها من طرف ناس اللي كنت في تواصل معاهم، وكاين حتى بعض الناس مرات هما انه يثقوا فيا يمدوا لي معلومات هكذا اللي هي تفيدني في تحليل الامور. وتعرفوا كاين بعض الاشياء اللي فسرتها الاحداث، تعرفوا من الذي حصل مع جنرال الغديري، تعرفوا من الذي حصل مع جنرال توفيق وطرطاق، تعرفوا من الذي حصل للقضيه نتاع الاقاله نتاع القايد صالح. الان راه صارت الامور صارت يعني واضحه للعيا. القايد صالح مثل ما كنت نقول لكم كان هو ماشي مع العهده الخامسه، قلتها لكم، وكان هو ماشي مع سعيد، ولكن الشيء اللي هو خلاه على جال باش هو فيما بعد يعاود يدور عليهم هو عملية نتاع الإقالة نتاعو، وراكم شفتوها الآن راها توضحت بعض المسائل. فهذه الدولة العميقة كانت هي موجودة في الإطار هذا اللي رانا نحكيو عليه نتاع التأطير، كانت موجودة، كانت موجودة من البداية. قادر درك يجيني أنا أحمق أو إنسان راسه مسكر ويجي يقول لي لا، معذرة،
كاين بعض الاخوه اللي يتصلوا انت على المباشر وهو يتصل بك. المهم خلينا نتكلموا اسيدي، خلينا نكملوا الفكره نتاع الدول العميقه. اذا الاخوه هذه المساله هذه نتاع الدول العميقه كانت موجوده من نهار له، كانوا هما يدفعوا من اجل على جل باش يوقفوا المساله نتاع العهد الخامسه. وكنت شرحت لكم انا علاش القايد صالح والجماعة اللي هما دايرين به كانوا هما يحوسوا على العهد الخامسة، هما على بالهم باللي بوتفليقة انتهى، على بالهم باللي بوتفليقة منتهي منذ الإعاقة نتاعو، ولكن كانوا هما محتاجين الوقت، كانوا محتاجين الغطاء، لأنو عارفين باللي هاد الجماعة اللي كانوا مع توفيق مش ناس سهلين، وعندو ناس يشتغلوا معاه في الداخل وفي الخارج، منظمات، أحزاب سياسية، إعلاميين، بونوك. الله يسهل عليك. فهما حبوا على جل باش يستغلوا هذاك الحراك من اجل على جل باش يفرضوا واقع على القايد صالح وينحيوه، لانه على بالهم به باللي هو راه واقف لهم في الطريق، وباش هما فيما بعد يعقبوا علي غديري. وكانوا يراهنوا على مجموعه وسميتهم لكم يعني في البدايه، راني عطيتكم الاسماء نتاعهم، علي غديري، علي بن فليس، هذاك عبد العزيز بن العيد الى غير ذلك. وكانوا بعض الناس اللي هما كانوا ينشطوا، من بينهم هذاك غاني مهدي، من بينهم واسمو رشيد النكاس. علاش ما ترشحش درك؟ علاش يا اخي نفس القانون اللي كانوا دايرينو، علاش ما ترشح درك؟ علاش درك راه ولا ينادي بالمقاطعه نتاع الانتخابات؟ لانه الجماعه اللي كانوا هما حامينو راحوا. فهمتوا المساله وراها؟ فهمتوا دوك علاش كان يحكي على عمر سعداني وكان يحكي هاي المساله وين راه؟ كانوا مع جماعه نتاع الدياراس. درك الان راهو يقوم بدور في الخارج، خطر على باله باللي الان في الداخل خلاص جاو الجماعه هذوك خلاص ما عندوش وين يدور. اذا هما في هذه المساله نتاع التاطير كانوا منذ البدايه كانوا موجودين، حاولوا هو انه ياطروا الحراك منذ البدايه نتاعو، ما قدروش في الداخل. واش ولاو داروا؟ بعثوا زبيده عسول وسفيان جيلاني وخرجوا للخارج على جال باش هما عن طريق الإعلام الخارجي يبدأوا هما يوجهوا في الناس في الداخل. وفشلت لهم العملية. شي اللي هو فشل لهم العملية هي المسألة نتاع تأجيل. هذا واش نقدر نقول لك؟ ربي يسامحك، لأنك الآن راك تتعمد على جل باش تشوش عليا، هذا ما كان. لكن أنا إن شاء الله نكمل المداخلة نتاعي، فهمت؟ إذن هما حاولوا على جال باش يبعثوا ناس باش هما يأطروا الحراك في الداخل وفي الخارج، وما زالهم موجودين داخل الحراك. دوك الآن نجيو المسألة هذه نتاع الشعارات واللافتات وإلى غير ذلك من المسائل، وأعلاش الموقف نتاع أغلبية نتاع الشعب اللي هو كان في البداية، نقول أغلبية يعني نقول يعني نسبة لا بأس بها، كانوا هما في البداية كانوا ماشيين مع قايد صالح، وعلاش هما فيما بعد بدأوا يدوروا عليه. دوك نجيو لها اللي هي تدخل دائما في هذا الإطار تاع تأطير الحراك ونتاع المحاولة نتاع الالتفاف على المطالب والاختطاف نتاع هذا الحراك وتوظيفه لصالح الدول العميقة، لصالح الأحزاب، لصالح الحركات، لصالح المنظمات، لصالح حتى مصالح خارجية ولصالح المرشحين. المهم راه الناس كلها تتنافس من اجل توظيف هذا الحراك، وكل واحد كيفاش راه يجبد فيه للصالح نتاعو. اذا هما في البدايه كانت هذا هو الوسم نتاعهم، الخطه نتاعهم هي وقف فقط العهده الخامسه من اجل السماح للمجموعه هذو، كانوا هما يجيبوا في البهليل هذوك
اللي هما يقدموا فيهم يترشحوا، والله كلهم على جال باش يحمسوا الناس. حتى لما تشوف انت انسان بهلول، انسان مهبول، انسان مضروبي، انسان كذا، كلهم يترشحوا، يتقول انت صاحبي علاش انا ما عنديش الحق انا باش نترشحوا له؟ باش فاتوني هاد الناس، فاتوني باش ثقافة، فاتوني بجمال، باش فاتوني نترشح انا ثاني. فهم كانوا دايرين هذيك الاستراتيجية من اجل دفع الناس على جال باش تترشح، وفي المقابل كانوا يستعملوا في هذيك المسألة من اجل خدمة المرشح نتاعهم. قال هاك تشوف اخويا قلبونا مضحكة، قلبونا كذا، ومن بعد يخرجوك هما المرشح نتاعهم يقول لك اخويا يا صاحبي بوتفليقة هذا راه مش هو اللي راهو يخدم، وهاو غديري شوف يا صاحبي راهو كذا دكتور، وراهو كان حاكم الوزارة نتاع الدفاع وكان كذا، وشوف بن فليس راهو قال كان رئيس حكومة وكان كذا. كانت الخطة نتاعهم تسمى شياطين تخدم على كل الجهات. الشيء اللي هو فسد لهم الخطة هو تأجيل الانتخابات. لما تم التأجيل نتاع الانتخابات، سعيد راحت التجارة نتاعو هو والجماعة، الجماعة هذو اللي كانوا هما يحوسوا على جال باش ينصطاليو علي غديري وعلي بن فليس وعبد العزيز بن العيد وكذا، راحت التجارة نتاعهم. دوك الان كيفاش يتعاملوا هما مع الوضع هذا الجديد؟ لا شك هو انه هذه القيادة نتاع الاركان في البداية استغلت هذا الظرف الحساس ووظفته لصالحها، وعطي لها هذا الكادو هذا على جال باش هي توظف المسألة لصالحها. فيما بعد هاد الجماعة بداو يناوروا بالقضية نتاع المجلس الدستوري، بداو يناوروا بالقضية نتاع بن صالح، وبداو يتحركوا في الخارج، بعثوا جماعة للخارج على جال باش يتحركوا باش هما يفرضوا الأمر الواقع ويمروا المرشح اللي يحوسوا عليه. فيما بعد هذو تاع القيادة تاع الأركان أيضا هما استغلوا هذاك الوضع، وكان الوقت لصالحهم بحيث هو أنه قبضوا على جماعة دخلهم الحبس. كاين بعض الناس هما يركزوا على بعض التفاصيل، هذه تهمة مانيش عارف أنا، وهذه ماهيش تهمة، وهذه كذا، هما تكفيهم. قال واحد راهم دخلوه على مسألة ولو تاع قال مثلا ما على باليش أنا كارطة مزورة، تتبالك باللي مسألة تافهة، بصح هما ما يروحوش يقول لك باللي مدخلوه على قضية كبيرة وكبيرة وكبيرة على جال باسكو راح فيها تداعيات واحدة أخرى حتى دولية. هما يجيبوه على قضية مادام راه هو في السجن راه كذا، فيما بعد هما راهم يخدموا في الخدمة نتاعهم. دوك كاين بعض الناس اللي راهم إلى اليوم راهم مازالوا يشكوا، أنا كاين حتى بعض الناس اللي تحدثت معاهم يشكوا يقول لك باللي مستحيل راه هذا توفيق راه في الحبس، راهم في اوتيل ولا راهم كذا، ما كانش منها، وهذه مسرحيه، ما كان لا مسرحيه لا والو. هما هذو اعطيت لهم الفرصه تحركوا في الوقت المناسب من قبل هذه المساله نتاع تطهير ونتاع اسمه كلها تبلعيط، وراكم تاكدتوا الان من بعض التصريحات نتاع بعض الناس نتاع المرشح الفلاني، راكم شفتوا كلهم دخلوا رؤوسهم في الحيط، ومع ذلك عوض هو أن يستحوا، عوض هو أن يراجعوا نفوسهم، ما زالوا في التبلعيط نتاعهم وفي صحانية الوجه. مثل هذاك الإنسان اللي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ما زالوا. بل حتى كنت قبيل نسمع في واحد كان مع غديري، كان يمشي معاه وضد القايد صالح فلا، ومن بعد كلعب يدافع عن الجيش ضد الإسلاميين، بالكم من الإسلاميين وبالكم كذا، هاهم عودوا رجعوا، هاهم كذا وهاهم كذا، وبداوا يحركوا في الشياطين نتاعهم في الأباليس نتاعهم اللي هي هذه المهمة نتاعهم، هي زرع نتاع التفرقة بين الجزائريين. إذن درك هذا المسألة نتاع التأطير فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي. درك هما هذه المجموعة نتاع الدول العميقة
باش تقوى عليهم درك هذا القايد صالح هو اللي معاه، قووا عليهم في البداية من خلال الزخم هذاك نتاع الحراك، ومن خلال بعض الإجراءات اللي قاموا بها اللي خلات الشعب يتعاطف، قال آه لقينا احنا دوك هذا اللي حبسنا بوتفليقة هذا الفرعون هذا حبس، لقينا دوك هذا بوتفليقة اللي لقينا دوك هذا قايد صالح اللي حبس هذا التوفيق اللي كان مجرد الذكر نتاع الاسم نتاعو يعتبر حاجة كبيرة، دوك الآن راهو صار يساق للسجن، وطرطاق اللي كانوا يقولوا باللي عذب بالشنيول راهو صار يساق إلى السجن وإلى غير ذلك، ورب راب وهذ الناس اللي داروا أموال وداروا فيها. لكن المسألة وين راها؟ هو طول نتاع المدة خلى هذا الحراك يأخذ أبعاد واحدة أخرى، بحيث درك لو كان درك هذه المجموعة هما اللي مع القايد صالح مشاو في الاتجاه الصحيح، لو كان الشعب راهو الآن بأغلبيته راهو معاه وأنا واحد من الناس، لو كان هما مشاو في الاتجاه الصحيح بحيث هو أنه وقفوا الحجرة واسترجعوا الأموال، رفعوا الغبن على الجزائريين سواء في الداخل أو في الخارج، هذا الناس اللي راهم ما يتمرمدوا في المطارات يتمرمدوا في الموانئ، هذا الحراقة اللي راكم شفتوا في بداية الحراك كيفاش هما حبسوا وتوقفوا من الحرقة، ولكن فيما بعد الآن بدأت ترجع القوافل نتاع الحراقة. لو كان هما مشاو في الاتجاه نتاع صحيح لو كان الشعب راهو معاهم، لكن هما استغلوا هذاك الحراك وهذاك الزخم الشعبي من أجل صعبة. ولكن الآن مع مرور الوقت صار الآن بدأت درك تعاود تسترجع هذه الدولة العميقة، وبدأت هي توظف في ناس اللي كانت تشتغل بهم قبل بداية هذا الحراك، كانت هي كل مرة من أنه لما تشوف الجزائريين بدأوا يجتمعوا على جلب هما يديروا مخرج يديروا حل نهائي يديروا حل اللي هو ينهض بالبلاد نتاعهم وينهض بالشعب نتاعهم ويطور البلاد، يبداو هما يبعثوا المعرقلات ويبداو هما يبعثوا اسمو على جلب باش هما يكسروا هذاك التنظيم، يكسروا هذيك المبادره، يكسروا هذاك الحراك، ويكسروا هذيك اللحمه نتاع الجزائريين. اذا هذه الدول العميقه مازالت الان راها تستمر في ولعلكم راكم شفتوا خالد نزار راهو الان خارج، راهم كاين بعض الجنرالات اللي راهم الان في الخارج، بعض الصحفيين اللي الان راكم صرتوا تعرفوهم بالاسماء راهم ينسقوا مع بعضهم وراهم يدخلوا مع بعضهم، بل منهم حتى اللي راهو داخل هو درك في هذا الحراك درك الان. يا هل ترى كاين بعض من الناس درك هذا الناس هذو درك اللي راهم درك هما في الجزائر، كاين منهم اللي درك هما جبدوا رواحهم، ومرات حتى انه سمعت انا بعض منهم اللي هما يلوموا في الشعب، يلوموا في الشعب يقول لك يا خويا احنا القياده نتاع الجيش قامت باللي بالواجب نتاعها واعتقلت فلان وسجنت فلان وكذا وكذا وكذا، ولكن اعطيت الفرصه للشعب وشعب هو ما حبش يقرر المصير تاعو. درك لو كان هذه العصابة راها مجموعة نتاع أشخاص مثل هذه الناس اللي راهم حكموهم، وقال درك هذه القيادة نتاع الجيش راها تمثل التيار الوطني الأصيل، وراها هي قامت بإجراءات وهذه الإجراءات راها في صالح الشعب ومن أجل النهوض بهذه البلاد، وراها كاين الضمانات وكاين الشروط اللازمة اللي تخلي هي الشعب على جال باش هو يختار المرشحين نتاعو ويروح للانتخابات واللي تفرز رئيس اللي هو يمثل الإرادة الشعبية، هنا عندك الحق باش انت تلوم الناس، تلوم انت الإنسان اللي درك هو راهو كان في الفيس مثلا وفاز بالانتخابات الشعبية، انتخابات اللي العربي بالخير يعترف بها رغم أنفه،
ومن بعد انت تجيب له بنفليس اللي هو ما فازش في الانتخابات التشريعية في باتنا، بنفليس اللي كان في الحكومة اللي دارت الانقلاب، حكومة انت احمد غزالي كان هو فيها، كان وزير العدل، وتقدموا انت مرشح، وبن قرينا اللي هو الناس لما هزوهم للمعتقلات الرقان وإلى غير ذلك حطوه هو في هذاك المجلس الانتقالي مع بن صالح، وعبل هذا ميهوبي اللي كان مع بن صالح، وهذا بالعيد اللي كان من خلال الشهادات اللي راها موجودة متورط في اعتقالات ومتورط حتى في اغتيالات، واللي كان متورط حتى في المسألة نتاع إبعاد عبد الحميد مهري ربي يرحمه في القضية نتاع جبهة التحرير، اللي هو كان واحد من الأعضاء نتاع في اللجنة المركزية وكان في البرلمان وكان كذا، وكانوا يشتغلوا من أجل نحو مهري. ومن بعد نتاع الناس راها على بالها، الناس هي راها تؤمن بالانتخابات، تؤمن بالحل الجذري، ولكن الكيفية تلعب مع ناس. رانا قلنا لكم باللي النظام راهو يسعى لتجديد نفسه. وذوك نجي للمسألة، بعض المسائل اللي خاطر كاين بعض من الناس اللي يقول لك باللي هاد الناس معناتها باللي راهم أغبياء. ما هم الأغبياء ولا والو، ما هم الأغبياء ولا والو، لعب بالهم واش راهم يديروا، ولكن ربما تطول المسألة والشعب ما راهوش حوس، الشعب راه يحوس على حاجه عاجله، حوس على حل اللي هو ينهي هذه المعاناه تاعو لانها طالت. هذا الانسان اللي راهو عنده 20 سنه درك هو لاجئ سياسي. كاين بعض من الناس انا مرات نشوفهم انت يقول لك على فلان هذاك راه مقلق وعلى راه كذا وراه كذا، ارواح انت عيشها، عيش 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 هذيك المعاناه هذيك ومن بعد روح تكلم. انا نشوف فيهم مرات تلقاه غير واحد يروح واحد من لافامي نتاعو قال له العمره، فهمت سمانه برك، تلقاه يلاه ينشر صباح وعشيه، ها هم راحوا ها هم وصلوا ها هم طلعوا ها هم هبطوا ها هم ياكلوا ها هم في ماء زمزم ها هم كذا، يومين ولا ثلاث ايام للعمره تلقاه صباح وعشيه وينشر. واحد عنده 20 سنه، هذه اعياد وهذه مواسم وهذه جنازات وهذه اعراس وهذه هذه احزان وهذه هذه مصائب وهذه امراض وهذه كذا، وتجي نتايا تستكثر عليه لما يصرخ ولا لما يعيط ولا لما يقول كلمه خاطئه طريف. اذا درك هذا الناس اللي راهم دركهم في السلطه خلاو الشعب الجزائري هو لا يثق، وبالتالي كاين دوك بعض المرشحين، يعني نعطيكم كامثله برك كامثله من الواقع، الولايه نتاع برج باريج بحكم هو انني ابن الولايه ونعرفها. والله قبل ايام كنت نشوف في واحد نعرفه معرفه شخصيه، ونعرفه باللي انسان برو نظام، يعني من نهار اللي عرفته هو مع النظام. فلما شفت انا كتب لي واحد الاخ هكذا نعرفه واحد الدكتور هكذا، كتب لي تعليق قال لي واش رايك في الاستاذ احمد شوغري راهو ترشح للرئاسه. انا الاستاذ احمد شوغري ما نعرفوش هكذا معرفه شخصيه هكذا، يعني نقولوا مثلا مولف نلتقي معاه ولا نقصر معاه، بس انا نعرفه من بكري بحكم هو انه ابن القريه نتاعي ابن الولايه نتاعي، نعرفه نعرف العائلة نتاعو، حتى أنه متزوج من العائلة، يعني من خبابة من العائلة نتاع خبابة متزوج، نعرفه نعرف عليه الخير، إنسان مناضل من بكري، إنسان مثقف، إنسان نظيف، إنسان ابن عائلة، ما نعرفش عليه يعني حاجة مش مليحة والله. لكن لما شفت السيد هذاك، سيد أنا نعرفه باللي من اللي خلق هو مع النظام، مشى مع بوتفليقة، مشى مع زروال، مشى معاه مكل، شفتو معاه ما عجبنيش الحال. درك كاين بعض من الناس يقول لك انا ما يهمنيش، المهم هو يجيب له توقيعات والله، ولكن انا ما ننظرش للامور هذيك، انا هكذاك بالنظره
سطحيه، خاطر كاين بعض من الناس ما يهموش، المهم تجيب له الاصوات. مانيش نحكي على حمش وطنية، نحكي على الناس ما يهموش. هذا الشخص بالذات راهو اليوم راهو مع بن فليس، ولكم انتم واسع النظر وغيره غيره من الناس. دونك انت هذا المواطن، انا ابن المدينه نتاع برج الغدير، ابن المدينه نتاع برج بوعريج، راني نشوف الناس نعرفهم، يشوفوهم هذاك مع النظام، مع من راه ماشي وخلاص، ما لا جماعه راه من فوق راه مقروا. فهذه المساله خلات الناس هي لا تثق في الانتخابات، لا تثق في الكيفية نتاع إجراء الانتخابات، ومن حقها ذلك. فما لازمش انتم تلوموا الناس على التوقيعات، قال انا ما جمش ما جاش معايا التوقيعات وكذا وكذا وكذا. كيفاش هذا؟ من جهة تقول باللي الشعب وكذا وكذا وكذا، ولكن على ارض الميدان ما كان والو. لماذا؟ لانك ما عندكش تجربة. لما تخطب انت في الفيسبوك ولا تخطب انت في القناة الفضائية وراهم الناس كل يعرفوك، ماشي كيف ما يعرفوك الى الواقع. لما انت تروح تحتك بالناس فيما بعد، حمد شوطني ما يعرفوش الناس في برج الغدير، ما يعرفوش رغم انه ابن برج الغدير. لماذا؟ لانه ما كانش يمشي باش الناس تعرفوك. راني نحكي تالكم في تسجيلات سابقة، باش الناس يعرفوك لازمك انت تروح لما تسمع بجنازة، تروح لا تحابي، تروح انت الجنازة قال هذاك راهو عنده هذاك راهو كذا، تروح ليه والاخر ما تروحش ليه، لا تحابي. لما تسمع انت بجنازة تروح، خاصة من الناس الاقارب ليك، خاصة من الاقارب ليك. في عرس تروح وتندمج انت مع شعب، شعب لما يشوفك انت باللي راك منهم فيما بعد، هو لما تجيك انت حاجة يوقف معك. لكن انت لما انت منقطع تكون منقطع، شيء ما يعرفكش. درك هذو الناس لما يشوفوهم هذو المشي مشية، شوفوا واحد قال شكون هو اللي راه مشات مع القيادة نتاع الجيش، شكون اللي راه مع الإعلام، شكون اللي راه معك، ذاكم شفتوهم كي يحبوا ينوضوا البغى على واحد يلا. وهم راهم بالذمة ذوك الآن راهم هما داخلين فيها ذوك المجموعة نتاع النظام، قال باش يبعد العين على تبون، قال خلق له حاجه مع النهار باش الناس تولي تثق، تقول باللي خاطي موش هذا هو المرشح نتاعهم. تبون انا قلت لكم في كتابه في وقت سابق ونعاود نرجع لكم، اذا مشات الانتخابات، اذا ديروها بين قوسين، تبون هو الرئيس، تقولوا لي كيفاش؟ نقول لكم كيفاش. كاين بعض من الناس اللي راهم درك هما يتحدثوا على الامارات والسعوديه ومصر. هذو الامارات والسعوديه ومصر عندهم عداء تقليدي للاخوان. اوكي، خيركم تقولوا هكذا وتقولوا باللي راهو القيصر راه تدعم فيه هذه الدول ومعاهم فرنسا، هذا الكلام تاعكم. معنى واش هذا؟ بن قرينا راهو محطوط خضره فوق عشاء بالمنطق. علاش داروا بن قرينا؟ داروا بن قرينا على جال باش يضمنوا الجنوب الجزائري، لانه ابن الجنوب، وكاين بعض من الناس اللي يمشيوا معاه على هذا الاساس لانه ابن الجنوب. كاين منهم حتى اللي يتحدث على القضيه نتاع الجهويه، كاين منهم مانيش نتحدث انا على المناضلين اللي راهم كانوا معاه في حمص ولا ما هذوك، ما مانيش نقصد فيهم، راني نحكي على كاين بعض الناس اللي هما مشاو معاه على هذا الاساس. وكاين منهم اللي هو يمشي مع بعض الناس اللي راهم مع بن قرينا، وعود كاين الناس اللي هما يامنوا كاين كذا يمشي معاه على هذاك الاساس. لكن هما هذ الناس اللي راهم في السلطه داروه لانه من الجنوب الجزائري، باش هما يخليو الجنوب الجزائري هذا يتفاعل الى حد ما مع الانتخابات. قالوا ودي حنا جامي جانا بريزيدان
من الجنوب لازمنا نديرو بريزيدان من الجنوب. هذه نقطة. النقطة الثانية هي على جلب شوما قال الإسلاميين واش ما عندناش حنا مرشح ولا كيفاش؟ أيا أو كاين واحد أو فيه الريحة تاع النحناح ماهوش نحنا حست بصح راهو فيه الريحة شوية أو يصلي في الطروطوار أو هيا يمشيو معاه. والمازد هاو يمشيو معاه. الاغاني الاخرى هذيك راكم تعرفوها تاع الفانتازية هذيك، هاد الناس لو كان جاو يعتبروا لو كان اعتبروا من الذي حدث لصدام ومن الذي حدث للقذافي ومن الذي حدث لعلي عبد الله صالح، ولكن هاد الناس لا يعتبرون، مازالوا في الفانتازية نتاعهم في التفرعين نتاعهم الى غاية هو انه يطردوا البلاد واللي احنا ما نتمنوهاش باش تصير. إذن هما يلعبوا على هذا العام من أجل تقسيم الأصوات نتاع الناخبين. قال في الشرق كاين بالعيد من باتنا، بنفليس من باتنا، وميهوبي ميهوبي وقيلة من المسيلة والله وقيلة من جوي المسيلة والله المهم واحد الوقيلة جيت المسيلة والله في جوي تاع سطيف والله بين المسيلة سطيف باتنا حاكم في واحد البلاصه هكذا. المهم هما الهدف تاعهم شنو هو؟ تقسيم الاصوات بين هادو جماعه تاع الشرق. المنطقه تاع القبائل ما كانش، ما عندهم لا مرشح وراهم موجودين في الحراك والانتخابات. الناس اللي راهم رايحين ينتخبوا في منطقه القبائل هما نتوع الافلان. افلان مع مراها خرجوا لهم بعض الكليشيات قال باللي راهم ما همش مع تبون وها واحد دار استقاله كلها من اجل عجل باش يفسدوا الجره هذه كما يقولوا. مي الاصل هو انه انا دائما نقولها لبعض الاخوه، حتى لما تجي تنستالي بروغرام دير برنامج هكذا في الاورديناتور تاعك ولا في الهاتف ولا كذا يقول لك بار ديفو تنستاليه بار ديفو. هاد الجماعة نتوع الافلان بروغرامي بار ديفو، عندهم هما هذه جبهة التحرير اعطينيك عهدة لاصقة فيهم للممات. بالتالي هو المرشح اللي راهو مشى مع جبهة التحرير وراهو ماشي مع السلطة هذاك هو نتاعهم. على بالكم باللي هذا بالعيد نحاوه من جبهة التحرير، وعلى بالكم باللي هذا بنفليس نفس الشيء داروا له انقلاب في القضيه هذه كما جابوا بالخادم وكذا. بالتالي شكون هو المرشح اللي راهو عنده اصوات مضمونه اضافه الى القوائم اللي واحد ما يعرفها نتاع ناس راهم داخل الجيش داخل الشرطه داخل كذا ينتخب في المكان اللي راهو فيه وينتخب في المكان اللي راهو درك هو يدير وكاله والله يدير كذا، وعندهم هما اصوات مضمونه اللي هي راها ماشيه. شكون هو تبون؟ درك كاين بعض من الناس اللي هما يحكموا على القضيه نتاع القاعات، يقول لك قاعاتي واش قاعاتي ما تشوفوش القاعات هذيك. قاعات راهم درك كاين الناس اللي راهم درك هما يجيو يحضروا معك في القاعه معمره في التجمعات، ولكن يروح يصوت حاجه واحده اخرى. وبنفليس المفترض هو يعرفها، راهو جربها في باتنا نتاع نتاع فوطي الفيس، تعشى عند بنفليس وفوطي الفيس نورمالمون يعرفها هذه. نورمالمون اول واحد اللي راهو عنده الدرس عليها هو بنفليس، لكن مع ذلك مشاو معاه في 2004 شافوا النتيجه وزاد في 2004. هو دوك راه واحد من الناس كي هو كي هذا بنقرينا من الجماعه اللي هما عندهم هذا الفكر نتاع ما نخليوش الدولة طيح، كل ما جا النظام راه رايح يطيح هما يخرجوا. عندهم الفكر هذا ماشيين فيه من بكري، هما اللي راهم يطيلوا في العمر نتاع الأزمة، هما اللي راهم ما خلاوش الشعب باش هو يدير التغيير.
فبالتالي درك هذه المساله نتاع التاطير كاينه اللي راها حاصله درك. القضيه نتاع التمثيل والتاطير هذه اللي لازمها تكون، بحيث هو انه التمثيل يكون مجموعه من تيارات مختلفه. قال واحد مثلا من التيار اللي راهو درك مثلا عنده توجه اسلامي معتدل مقبول، يعني يقبل الحوار، يقبل العمل الجماعي، يقبل التداول على السلطه في الاطار العام. واحد قال مثلا يكون علماني نفس الشيء، يقبل بالاطار العام هذا، ويكونوا مناضلين معروفين بالنضال تاعهم هذاك ضد النظام، فيما بعد يستطيعون هما توحيد الرؤى، توحيد الشعارات، باش هما فيما بعد يخليو هذا الحراك هو يحافظ على الزخم نتاعو، بالعكس يزيد الزخم نتاعو لما تتوحد الرؤية ويتوحد الإطار ويتوحد التأطير. فيما بعد كاين أشياء اللي يخليوها للشعب هو ينهض بها، هو يشارك، ما يبقاش هو أداة. قال راحت جماعة اللي هي كانت تمشي فيه بالتليكوموند، يجيو جماعة أخرين يمشيو فيه بالتليكوموند، يخليو هامش للشعب على جال باش هو يتحرك. وكاين بعض من الناس اللي هما يبتعدوا خاصة من الصفوف الأمامية. شوف أنا في واحد كان في الطالبان، مع نتاع الطالبان جا يهضر لي على التأطير تاع الحراك، أو فيق لعمرك، فيق لعمرك، راك في 2019، كان في الطورة بورا يدور وجاي يهضر لي على الحراك. خليو الناس اللي هما مش مشوهين، خليو الناس اللي هما ما يعطيوش الكادوات لهذا النظام. تا درك لما يشوفوك انت مباشرة يلصقوها داعش، طردقوا ما على باليش انا بوبال والله شعلوها، قال هاي ناض ها مجمع نتاع داعش يلا، ويبداو يلصقوا ما في الكليشيات، هم حكموا مجموعه ليه، وهم هزوا جماعه نتاع السلاح، وهم كذا، ويبداو بعد روحك. حبيت انت تقدم خدمه لهذا الحراك، اجبد روحك ما تبانش اذا كان فعلا تريد نتاع على جال باش يحصل تغيير. والله على الاقل يا سيدي اخدم الشكل اللي تقدر عليه واجبد روحك. خلي ناس، اخويا واحد عنده ملف اخلاقي، واحد عنده ملف نتاع فساد، وكل واحد واش عنده، اجبد روحك. اذا كان فعلا انت تريد باش تدير خير للبلاد ويكون هناك تغيير اجبد روحك. هذه الدوله العميقه هي الان راها بالمرصاد، هذه ما لازمش تغفلوا عليها الاخوه والاخوات، وماناش نخوفوا فيكم، رانا نحكي لكم في حقائق. الدولة العميقة مازال هي مخترقة الحراك، عندها ناس راها توجه فيهم من خلال شعارات تردد. كاين ناس اللي هو دوك راهو ضد قايد صالح، وراهو ضد هو القيادة نتاع الجيش، وربما لظروف خاصة به، واحد اللي ربما دوك مثلا من هاد اللاجئين، والله ما على باليش انا، من الناس اللي هما انظلموا تحقروا تعذبوا، كاين ناس اللي ماتوا لهم اهالي نتاعهم، كاين اشياء اللي راها دوك هي تدفع فيه، لكن وراءهم الدولة العميقة تدفع فيهم على جال باش هي عن طريقهم تحصل. خطر نتاع لما انت راك رايح تنحي قايد صالح، واش يجي اللي حضرته عندك تا جنرال تعرفه مثلا راك موجدو انت باش هو فيما بعد غدوة عنده الحاضنة الشعبية هي اللي تقبله. لما انت تنحي قايد صالح دركا ويجي واحد في بلاصتو، انا ماذا بيا باش يكونوا مجموعه من التيار الوطني ومن الضباط اللي راهم دوكما داخل المؤسسه نتاع الجيش، يقنعوه باللتي او باللتي، يقنعوه قال ودي خلاص المهمه نتاعك نتاع انتهت، الان احنا باش ما نعطيوش الفرصه لهذه الدوله العميقه اللي هي راه تسع تدرك جماعه، راه الشعب راه يطالب. انا كيما كنت نقول لكم انا في البدايه نتاع الحراك كانت هناك حاضنة شعبية اللي هي كانت مؤيدة لبعض القرارات اللي اتخذتها القيادة نتاع الجيش. دوك هذيك الحاضنة الشعبية راحت، راه الناس دوك الان في ولايات مختلفة،
سواء كانت هذه الشعارات نابعة من بعض الناس اللي هم الفكر نتاعهم راهو محدود، والله راه خرجت من عند ناس اللي راهم دوكم يتحدثوا مثل ما كنت نقول لكم انا الاوجاع اللي راه تهضر فيهم. لكن في المقابل الناس راها تتربص، قال درك واش الناس راها تحكي، قايد صالح قايد صالح قايد صالح هيا يلا اعطيه بحبه. وفيما بعد ما تقول ليش انت فيما بعد باللي انت خاطي، خلاص لانك انت خلاص راك دوك مهدت لهذ الناس. وانا هاني قلتها لكم باش ما يكونش الكلام نتاعي متناقض، خطر على بالي بالجماعه المونتاج ونعرفهم الجماعه نتاع اللي يدخلوا بين الظفر والحمو. كنت البارح ضد القايد صالح واليوم وغدوه مازالني في نفس الموقف، ما عنديش حتى واسمه. لو كان يكون انا راه القرار في يدي ربع ساعه ما يقعدهاش، ولكن لازمكم تفهموا هذه المسائل. تا لما توجد بديل تاع القايد صالح، توجد بديل للحكومه، تطالب انت بذهاب الحكومه. وحتى بعض من الناس داير هكي شغل واسمه راهو في ورقه ويقومي، فهمت؟ قال اخويا انا هو الحل تاعي. واش هو الحل؟ نحي القايد صالح، نحي الحكومه، نحي واش اسمه بن صالح، حل مجلس الشعب الوطني، حل مجلس الامه، وديروا جماعه يا سيدي يصلحوا. هذا هو الحل. هذا كيفاش الناس راح تلاقى، كيفاش الناس راح تلتقي، كيفاش الناس راح تنظم روحها، شكون هو اللي راه عنده السلطه، عنده القوه الاعلاميه والماليه والسياسيه، وعنده سلطه القرار عجل باش هو يفرض هذه المسائل. وراها مرات نتايا رئيس، وراه رئيس والقرارات ما تتنفذش. راكم عندكم بوتفليقه او قدامكم هاكم سمعتوها وتبونا وهضرها في بعض، سمعتوا هنا في واحد المداخله هكذا دارها مع هذاك حناشي هذاك في القناه هذيك نتاعو هذيك. تبون رئيس حكومه يدير قرار الاخر يدير قرار ضده، وهكذا تمشي. خطر علاه لازمك تمشي في الاطار تاعهم. هما اللي حدوا هذه الدولة العميقة هي عندها مكاتب على مستوى 48 ولاية، هذه أجهزة نتاع المخابرات. نحيت انت قال مثلا نتاع التوفيق ومن بعد والجماعة اللي راهم على مستوى 48 ولاية، الصحافة هاكم تشوفوا فيهم رجال المال، الناس تحكي على الفساد راب راب وطحكوت، ومن بعد واللي راهم في الدواور واللي راهم في البلديات واللي راهم في الولايات، راهو الفساد ضارب الاطناب نتاعو على مستوى 48 ولايه وفي الخارج، في المطارات، في الموانئ، مؤسسه ما هي منع من الفساد، حتى من المساجد. المساجد وفيها الفساد، راه فيها السرقه وفيها فيها الوسم. بالتالي دوك هذا التغيير ما يجيش بين عشيه وضحاها. هذا المساله نتاع التاطير انا في رايي على جال باش الناس تحافظ على الزخم نتاع هذا الحراك لابد من التاطير. كاين فيه اشياء ايجابيه وكاين فيه اشياء سلبيه. كاين الناس اللي هما خايفين، لماذا؟ لانه كاين واحد يشوف يروحوا باللي قال مثلا انا ما لازمش ما نقدرش نكون انا في التاطير، دونك انا راني ضد التاطير. انا شخصيا ما عنديش الفكره هذه. انا اذا كان الناس هما في المستوى تاع تحمل المسؤولية وناس اللي معروفين بالنضال تاعهم وبرجاحة العقل تاعهم، معروفين بالنزاهة تاعهم، معروفين بالأخلاق تاعهم، فليكونوا أنا نباركهم سواء في التمثيل ولا في الانتخابات ولا في التأطير. لكن ما يجينيش أنا واحد ظهر البارح دار فيها سيلفي او القهوة الفرصة على جال باش قال راها اجهزة راها من وراه تبين فيه ولا راه تنفخ فيه والله، ويجي يتربب عليا. او ناس نعرفوهم، نعرفو الميولات نتاعهم، نعرفو الخلفيات نتاعهم، وما يجيش انا واحد يعقبها عليا. انا واحد يجي يهضر قال غدوة هزو شعار والله ويهزوه له قال انا هاني نأثر في الشعب، ما كتأثر ما والو.
انت راك بورت بارول تاع الناس راها من وراك، سواء في الداخل ولا في الخارج، وناس راها تخدم على ارض الميدان راهم يتلاقاو تفاهموا على حاجه، قال يلا اطلقها. وجماعه كاين حتى يردوا في شعارات، والله لا على بالهم بهم، كاينين شعارات انا سمعتهم انا تاع الماك، والله مرات انه ناس معاك لا ربما راهو كاين واحد معايا في وقت من الاوقات تفاهمنا باش ندير التجمع في تولوز، تفاهمنا وهدرنا ودرنا الوسم حتى لي شونسون هذوك اللي يديروهم، والله لحقنا لثما يلا نحاولوا كل يو اس بي وداروا تاعهم تاع شعار تاع الماك هذا معاك. ومن بعد حبني انا نسق معاه وقلت له راه تلعب على روحك سلم بالعافيه ملي مزيش تعاود تدور بيا. وناس اقدر تخدم في الولايات المختلفه، انسان ما عنده لا وعي ولا عنده ثقافه ولا عنده معرفه ولا فاهم هذا النظام تجي هو انت تمشي معاه. بالتالي المهم الاخوه والاخوات على جال باش حنا نحافظوا على هذا يعني هذا الزخم هذا، لابد خاصه هو الان راه بدات توضح الامور. في البدايه راه كان فيه عمليه اختراق ومازالها متواصله، لازم الانسان يكون ذكي، ما لازم يخدم هذا الدوله العميقه وهذه الجهات اللي هي راه تسعى من اجل تقسيم البلاد ومن اجل تحطيم البلاد، ما لازم يخلي المجال فارغ لهذا الناس. انا كاين بعض الاخوه اللي راكم في البرج ماذا بيا اجل باش تعاودوا تنشطوا، تعاودوا تتحركوا وتستفيدوا من الاخطاء نتاعكم، لانه راكم وقعتوا في بعض الاخطاء من بينها تخوين الناس اللي كانوا هما يطالبوا بمرحله انتقاليه وكذا، وكاين بعض الناس اللي مش فاهم حتى كلمه تاع مرحله انتقاليه. نسمع القبيل انا في هذاك التبون يهضر يقول باللي والمرحله الانتقاليه ورانا شفناها واش دارت لنا وفي التسعينات، مش فاهم حتى المصطلح نتاع المرحله الانتقاليه ويخونوا في الناس. مرحله انتقاليه هي مده زمنيه باش انت تنتقل من نظام الحكم الى نظام حكم جديد. احنا دوك رانا نسعوا من اجل جمهوريه جديده ماشي ثانيه، جمهوريه جديده، ورانا شرحنا هذه المساله قبل الحراك. وبالتالي انت باش تنتقل لابد لك من اليات، لابد لك من تنظيم، لابد لك من تاطير، لابد لك من وقت باش انت تنتقل. الانتخابات في ظل النظام القائم راكم شفتوها من الذي افرزت، جابت تبون، جابت بن فليس، جابت بن العيد، وجابت ميهوبي وبن قرينه. هما دوك الان راهم يحاوسوا على جال باش يفرضوا سياسه الامر الواقع، وخايفين ايضا هما منهم اللي راهم دوك مثلا في هذه السلطه، خايفين ربما من الموت نتاع وش اسمه عبد القادر بن صالح، يقول لك بالك لا ربما تزيد تعقد الامور وتزيد تروح تطرطق البلاد وما نقدروش نتحكموا فيها. خاطر كاين بعض من الناس راه ما على بالوش، راه يشعل مثل هذاك الانسان اللي راهو دوك يروح يرمي عرف كبريت ولا بونطه نتاع دخان يطيشها يرميها في الغابه، ولكن ما على بالوش بالكارثه اللي راهو راح تترتب. راه التشعل راه سهل، راكم شفتوا لعلكم في هذه الايام الاخيره لو كان الانسان غير يبدل النبره نتاع الخطاب تاعو راه قادر يحرك. ما تعتقدوش باللي رانا ماناش قادرين نقولوا، ماناش قادرين نهضروا، ماناش قادرين، رانا غير خايفين من ربي وخايفين من البلاد. فالاخوه والاخوات هذه المساله لازمكم تفهموها. كاين بعض الناس اللي راهم مخمه في السلطه لعل ولا ربما راهم خايفين هما من الموت نتاع عبد القادر بن صالح، وبالتالي الوقت ما يساعدهمش على جال باش هما يزيدوا اجلوا ويزيدوا اجلوا. ولكن انا من رايي وقلتها في تسجيلات سابقة وما زالني مقتنع برجاعة هذا الرأي، إذا كان هذا السلطة قادرة تتعين كريم يونس، قادرة تتعين هذا شرفي، قادرة تجيب ناس آخرين. الحل في رأيي لتفويت الفرصة على الدولة العميقة، لأنها هي راه تبحث على المنعرج وتبحث على
النقطه نتاع الصفر على جال باش هي تدخل. راكم شفتوا هذه المؤشرات اللي كنت نحكي لكم فيها، لازمكم تاخذوها بعين الحسبان. منطقه القبائل راها دوك الان صارت خارج التغطيه، خارج الاطار، لازمكم تاخذوها بعين الحسبان وتعرفوا ما الذي سيترتب. بالاضافه الى هذه الجحافل اللي راها في ولايات مختلفه كلها رافضه، في القاعات المغلقه المكيفه المؤمنه والمحسوبه، راهم المرشحين راهم يديروا في الحمله الانتخابيه. خارج القاعات ناس راها ديجاج 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 ديجاج. دونك انتم اذا كنت تحوسوا على حل اللي تسجلوا به الاسماء نتاعكم وتنحتوها في التاريخ، راها فرصه تاريخيه للشعب للاحزاب للمعارضه للسلطه، وتلتقي الناس حول ارضيه مشتركه من خلال الحوار، مثل ما عينتوا ناس اجلوا الانتخابات وبداو نتوما، مثل ما عينتوا اللجنه نتاع كريم يونس يجي شخصيه مقبوله. اقترحت انا كاين الناس اللي يقولك اسماء، والله مثلا علي بن محمد واحد من بين الشخصيات، قادر حكومه مؤقته تقدروا تقترحوا شخصيات وتكون فيه قائد قياده جماعيه. وراه المشكل كاين بعض من الناس اللي انت لما تحكي لكم انتخابات وعلى الجيش هو اللي راه حاكم، والله لولا الجيش والمؤسسات الامنيه اللي راها هي متحكمه في الوضع وحاكمه، البلاد راها راحت من ذاك العام. بالتالي الجيش هو اللي راه يحكم هذا بن صالح، ما تحطوهش في راسهم، هذا راه غير دايرينو غطاء، هو والله هذا بدوي هذا. بالتالي يروحوا هما يجيو شخصيات واحد اخرى، الوضع راه مستمر. بالعكس راه الشعب راه يرتاح لما يشوف وجوه جديده، يشوف كفاءات، راه رايح هو يزيد يندمج في عمليه التغيير ويزيد هو يساعدكم من اجل فرملت هذه الازمه، فرملت هذا الاحتقان والخروج بالجزائر الى حل اللي هو يرضي غالبيه نتاع الشعب الجزائري. هذه باختصار كلمه نتاعي، ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم. اذا كان فيه اخوه يحبون نقصروا شويه ندير لكم دردشه هكذا صغيره برك هكذا ربع ساعه 20 دقيقه نص ساعه هكذا، يعني نفتح البث مباشر من جديد كش ما كاين فيه اخوه يحبون ندردشوا هكذا شويه. صحيتو.